مشاهدينا الكرام، اهلا بكم الى تفاصيل النشرة المحلية. تعرف المدرسة الابتدائية الجديدة بمنطقة سيفت ببلدية الطاهر ولاية جيجل وضعية مزرية كانت السبب الرئيسي في تعطيل فتح اقسامها امام التلاميذ بالرغم من تعيين طاقمها الاداري والتربوي، بالاضافة الى رفض سكان المنطقة التحاق ابنائهم بالمؤسسة. تعيش عشرة عائلات بولاية تيارت ظروفا مأساوية بعد ترحيلهم من السكنات القصديرية بحي واد الطلبة، فبالرغم من مراسلتهم للسلطات المحلية قصد إيوائهم إلا أنهم يكابدون الموت أو لأنهم يباتون داخل خيم من القش والحديد منتظرين الرد. تقرير ديار بن داود. هنا بالمكان المسمى واد الطلبة بمدينة تيارت تقبع منذ 23 يوم 10 عائلات تم إقصاؤها من عملية الترحيل التي تمت مؤخرا في إطار القضاء على السكنات الهشة بالولاية، أين تكابد ظروفا جد صعبة. راني بات هنا يا للجليد، وراني بات هنا للبرد. شوف الحالة اللي خلونا، كون خلونا على البراريك تاوعنا هما شوية، دروك احنا هذه الناس ما سكنونا ما خلونا في براريكنا. حضرنا ذاك النهار احنا مع المير هنا قلنا له هذه يعطينا قواطين، قال لك القواطين وين نسيبهم لكم وين القواط. هذه العائلات تشتكي اليوم تهميشها بهذه الطريقه التي تراها مهينه في حقها بعدما تركت بهذا المكان عرضه للعديد من المخاطر دون تدخل السلطات لفتح تحقيق في قضيتها العالقه. احنا من نهار اللي هدمونا وحنا وليداتنا مغابنا هنا. وحنا مغابنا معاهم، ذريات صغير مرضونا بالبرد وراهم مداهم للطبيب. رانا في 23 يوم طول يقعد لهنا، يعدها 6 اشهر يقعد لهنا في البرد هذا، والثلج نصب. كنت طلبوا من شيف دايره هذا ولا المير ولا اللي راه حاكم لهنا يدينا حل. وفي انتظار الاستجابة لمطلبهم يبقى تلوث المكان وعزلته وبرودة الشتاء ثالوث يؤرق حياة الكبار والصغار، لا مناص لهم منه سوى الاستعانة ببقايا ألواح البناء من أجل توفير القليل من التدفئة لمكافحة برودة الطقس التي قد تطول. وفي نفس السياق تعيش حوالي 100 عائلة في 3 أحياء ببلدية لمسان ولاية بتنا أمام خطر انهيار مساكنهم في أي لحظة بعد ظهور تصدعات خطيرة في الأساسات والأسقف والجدران بسبب أرضية غير صالحة للبناء. يعرف سكان حي 150 مسكن بسيدي يوسف بزيرالدا معاناة حقيقية منذ أزيد من 10 سنوات جراء انعدام الغاز الطبيعي تزامنا وفصل الشتاء، هذا بالرغم من اتصال السكان المتواصل بالجهات المعنية. تفاصيل أكثر في تقرير سليم بوستا. حي 150 مسكن بسيدي منيف بزيرالدا مثال معبر عن البيروقراطية، فبعد أن استلم بعض سكانها سنة 2003 مفاتيح شققهم تفاجأوا بغياب غاز المدينة، في حين تم تنصيب قنوات الغاز الطبيعي على بعد أمتار من العمارات المجاورة لكن دون أن تصل لهذه الشقق. الغاز راه دوبي 2006 هنايا وما محبوش يبروشي ولا دخل الديار راهو هنايا، وهذا يا سي دونجي دركا. لو كان يجيو هذوك الدراري اللي ما يعرفوش اللي يديو النحاس وكل حاجة، لو كان يكسروه دركا يبغى يبور يفوت هنا داخل الباتيمون كاع هنا كاع تصير كارثه هنايا، الباتيمون يسوطي. الناس هم سكنوا مورانا، سكنوا 2012 هذوك تاع جيست اكوتي ماشي بعيد. الماء الغاز السوباسمون بالفايونس تاع كلش كيبي، حنا منسيين ما كان والو. وفي وقت الذي تهدد فيه المخاطر حياة هؤلاء خاصة في ظل برودة الطقس، يطرح التساؤل عن الجدوى من إنشاء مصالح للخدمة العمومية. كان من المفروض أن تسهر على خدمة المواطن أو على الأقل الرد على انشغالاته. Le problème il se pose في la colonne montante. C'est l'OPGI qui doit avisi la centrale gaz باه يجوا يديروا الخدمة تاعهم. ماهيش البلدية. اللي لازم l'OPGI هما يديروا ليكري ويشوفوا مع الصونال غاز كيفاش يخدموه. ومع تصدر الجزائر المراتب الأولى في تصدير الغاز يبقى المواطن الجزائري يعاني من أبسط حقوقه في بلاد الغاز والبترول.
وبعاصمة الجنوب الغربي بشار دق سكان شارع الأمير عبد القادر ناقوس الخطر البيئي بعد أن آلت إليه حديقة أكبر شوارع المدينة، حيث تحولت إلى أكوام من القمامة والتي يتخلص منها أصحاب المطاعم زيادة على بقايا قارورات الخمر وتكاثر الحشرات السامة. وحسب شهادات سكان الحي أكدوا بأن تجاهل السلطات المحلية ساعد بكثير في تدهور وضعية الحديقة. ميكروفون نور الدين مزري. مجهولة من الوقت اللي كانت هنا البلدية وكانت هنا البريد. من هاد دروكا رحنا نشوفوا المير اللي يجي راه يجي فايت على هاد الشارع، عمرهم ما يقولوا هاد البلاصة واش راه كاين داخل. احنا دوكا واش احنا نطالبوا باسم الحي الدبدابة كاملة اللي راني نقولها راه يقولوه كاملين، راه باغيين حاجة تكون مصحة هنا تكون حديقة عمومية خاصة للأطفال. هاد الوالي عمره ما يجي يفوت يزور الولاية ويشوفها ويقول هاد الولاية واش راه فيها. واقفين هنا باش نلفسوا أنظار للمسؤولين المحليين على هاد الجاردة هادي. مالاد لصحاب الخمور وصحاب المخدرات وصحاب ممارسة الرذيلة. نطلبوا من السلطات المحلية باش يشوفوا بعين الاعتبار لهاد الجاردة هادي. وفي الشأن الاجتماعي، لم تكفي الحالة الاجتماعية لزيد محمد بأجره الزهيد ووالد كل من هيثم ذو 8 سنوات والمصاب بمرض في المخ جعله يفقد البصر، وصلاح الدين ذي 6 سنوات والمعاق ذهنيا. وما زاد من متاعبه هو رفض المصالح المختصة لولاية غليزان استقبال أبنائه، فما كان للوالدين سوى توجيه نداء للسلطات الولائية وكذا المحسنين لمساعدتهم. قسم بوغلمونة. نطلب من السلطات المحلية باش تعاوني في دل الأولاد هادو، إعانة باش يعاونوني، التضامن هادي باش يعاونوني. كاين غريان مكفوف ما يشوفش وهذا منغوليا، دي باش هذا ندير الخارج هذا نحوش نقريه راهم باش يقراو. غادي نطلب من السلطات المعنية باش تعاوني فيهم. ماني طالبة والو، طالبة يتساعدوني فيهم في تعولوا يقراو، خاص ديتهم لولاية معسكر ودفيتو عايز تقابلهم بغاوش يستقابلهم وما ندوهم يغوش يقرهم منا ما بغوش يدخلو. ماما ماما عاوز سمي في طريق راولي برد ما يقعدوش كيما قالها تعلمو غير شويه. عاونوني نقرا ندخل نقرا، عاونوني ندري على عاملنا نشوف ندخل نقرا عندي شيخه. وبهذا مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام النشرة المحلية، في أمان الله.